بحيي حضراتكم جميعا وبرحب بالسيدات الفضليات العربيات اللي بيشرفونا النهارده في مصر. وجودي النهارده هو بيعكس مساندة ودعم لجهود المجتمع الأهلي المصري والعربي واحتفال بإصدار تقرير الظل للمنطقة العربية. الاجتماع والمؤتمر اللي حضراتكم بتعقدوه على مدى يومين هو خطوة مهمة جدا لأنها بتسمح بمناقشة ما جاء في التقرير ومحتواه والتعرف على التفاصيل. هذا التقرير بيحتوي على جهد كبير بمجموعة من الخبيرات اللي بأحييهم وبشكرهم على هذا العمل المهم جدا. وعلى مستوى العالم كله تقارير الظل التي تصدرها منظمات المجتمع المدني لا تقل أهمية وفي أحيان كثيرة بيكون لها مصداقية أكبر من التقارير التي تصدرها الحكومات، فما بالك إذا جاءت تقارير الظل وتقارير الحكومات متناغمة متكاملة تساند بعضها بعضا. ده بيشكل بالتأكيد ضغط على المجتمع الدولي وبيعبر عن صوت واحد وعن هموم واحدة وعن توصيات واحدة. لما بيكون في انفصال ما بين التقارير الحكومية وتقارير منظمات المجتمع المدني ده بلا شك بيضعف موقف الدول والمناطق اللي بتصدرها. حقيقة لازم أبدأ بإني أحيي الاتحاد النوعي لنساء مصر والاتحاد العربي النسائي وأرحب بعودتهم لمصر وأشكر الدكتورة هدى بدران وأحيي تاريخها الطويل جدا في مساندة المرأة العربية والمرأة المصرية وفي مساندة النساء في مختلف دول العالم. الدكتورة هدى بدران وكثير من حضراتكم وكثير من سيدات الحقيقة سبقوها وبيشتغلوا معاها وهيجوا في المستقبل هم الأمل في إن احنا ننقل المرأة العربية والمرأة المصرية إلى المكانة التي تستحقها. عايزة أنتهز الفرصة دي، يمكن أول مرة أتحدث في اجتماع نسائي بعد وفاة السيدة عزيزة حسين وأطلب من حضراتكم إن احنا نحييها جميعاً ونذكرها لأنها من رائدات العمل النسائي المصري والعربي. أهمية هذا التقرير مش بس في إنه تقرير بنرفعه للعالم، لن أتكلم عن أهمية موقفنا وضغطنا في المحافل الدولية. السيدة إيناس مكاوي أسهبت في هذا الحقيقة بطلاقة وبتعبيرات جميلة لن أنافسها فيها، ولكن أهمية هذا التقرير إن إحنا محتاجين مش بس نسمع العالم صوتنا، لكن إحنا محتاجين نراجع مواقفنا. إحنا في أحيان كثيرة بنحتفل ونحتفي بإنجازات وبننسى الإخفاقات، وفي أحيان أخرى بنركز على الجوانب السلبية وبننسى الجوانب الإيجابية. أهمية هذا التقرير وهذا اللقاء إن إحنا نقعد مع بعض في جلسة مصارحة، جلسة نتحدث فيها فيما هو أبعد من الأرقام. الأرقام مهمة جدا والأرقام بتعكس حقائق، ولكن إحنا مهم جدا في وطننا العربي إن إحنا نتحدث عن الكيف وليس عن الكم. لما بنتكلم عن ما أنجزته المرأة في مجال التعليم أنا ما يهمنيش عدد السيدات اللي التحقوا بالتعليم قد ما يهمني نوعية هذا التعليم. هل هذا التعليم يؤهلها لسوق العمل؟ هل هذا التعليم في مجالات بتكرس الدور التقليدي للمرأة، ولا هذا التعليم بينقلها وبيدخلها مجالات جديدة تسمح لها بدخول مهن جديدة ومجالات تغير صورتها وإسهامها في المجتمع؟ نفس القصة بالنسبة للصحة، مهمة قوي إن أنا أخفض عدد الوفيات بين المواليد وإن أنا أحافظ على صحة المرأة الحامل والمرأة التي تلد وهكذا، وهذه المعايير اللي اتفق عليها دوليا هي معايير مهمة جدا. ولكن أنا يهمني النهاردة إن أنا أتحدث أيضا عن سوء التغذية المتفشي بين النساء وخصوصا النساء اللي بتحمل وتلد. يهمني أن أتحدث عن سن الزواج، يهمني أن أتحدث عن ختان الإناث في الدول اللي فيها ختان إناث، يهمني أن أنا أتحدث عن ما تعانيه المرأة من أمراض معينة موجودة في منطقتنا العربية وتحتاج رعاية خاصة للنساء، وإزاي أرفع وعيها بيها وأضغط على حكومتنا لتقديم رعاية صحية تتميز بالكيف مش بالكم. مش بس مجال الصحة والتعليم، لما بنتكلم عن الإسهام المرأة في المجال الاقتصادي، المرأة بتسهم في المجال الاقتصادي ولكن في أي قطاع؟ في القطاع غير الرسمي بدون حماية
بدون دخل مناسب، بدون ظروف عمل مناسبة، بدون مستقبل لنموها في عملها. فبنجدها وخصوصا في أوقات التباطؤ الاقتصادي مضطرة إلى العمل في مجالات وبدخل لا يتناسب مع حجم الجهد ولا مع التعليم اللي تعلمته، أو بيحقق طموحها كإنسان يرجو إن هو مش بس يحقق دخل لمساندة أسرته، ولكن أيضا إن هو يعمل في مجال يبدع فيه ويعبر عن مهاراته الحقيقية وإمكانياته الحقيقية. لا شك إن عندنا في مصر مصادر فخر، وفي المنطقة العربية مصادر فخر، ويمكن مصدر الفخر الرئيسي بالنسبة لي هو هذه الصلابة التي عكستها السنوات الصعبة اللي بتمر بها المنطقة العربية، هذه المنطقة المنكوبة التي تمزقها الصراعات، والتي الحقيقة الانقسامات والحروب والإرهاب بيأتي على الأخضر واليابس فيها. المرأة أظهرت صلابة كبيرة جدا، وهنا برضو بضم صوتي لصوت الزميل محمد الناصري وإيناس مكاوي في تحية المرأة العربية في كل مناطق الإرهاب، مناطق النزاع، مناطق الحروب، مناطق زي العراق وزي سوريا وزي ليبيا وزي اليمن. مصر اللي بتقدم فيها المرأة الشهيد تلو الشهيد من القوات المسلحة ومن الشرطة ومن أفضل شباب هذا البلد، وبتستقبله برضا وبقبول وبتقدمه فداء للوطن. هذه الصلابة هي اللي أخرجت المرأة في 25 يناير وفي 30/6، هي اللي خلت المرأة تقف مش بس في الطابور بتاع أنبوبة البوتاجاز، ولكن خلتها تقف في الطابور بتاع الدستور، واللي عندنا باب عن الحقوق والحريات بنفخر به جميعا، وبنحيي المرأة التي عملت على إصدار هذا الباب، لأنه خلي بالكم أنه كان في مجموعة مهمة جدا بتعمل على إصدار هذا الدستور، وباب الحقوق والحريات فيه من الأبواب اللي بنفخر بها جدا في مصر. دور المرأة ومكانتها في الدستور المصري الجديد دور مهم جدا، ولكنه الحقيقة موضوع مش موضوع دساتير ولا موضوع تشريعات ولا موضوع سياسات، الموضوع هو موضوع تطبيق على الأرض. الموضوع هو إزاي إن إحنا نترجم هذه الدساتير وهذه القوانين وهذه التشريعات وهذه السياسات وتوصيات المجالس القومية للمرأة والكيانات المختلفة إلى حقائق على الأرض. الحقائق على الأرض الحقيقة محزنة جدا، والواقع أليم جدا. يمكن امبارح أو أول امبارح كنا بنزور طفلة في مستشفى وجدناها ملقاة في القمامة. هذه الطفلة هي قصتها تعكس موقع وموقف وحال الكثير من النساء في مصر. سيدة تزوجت من رجل متزوج من 3 سيدات أخريات، أنجبت طفلتين، هجرها الرجل بدون دخل بدون مهارات، هي أمية ما عندهاش أي فرصة عمل، سلمت الأبناء البنات للعم، العم تخلص من البنات. قصة بتعكس فعلا الفقر والجهل وضعف المهارات وعدم العلم والمعرفة بالخدمات اللي بتقدمها الدولة، وعدم القدرة على الوصول لمن يساعد المرأة. بتعكس قدر كبير من القسوة اللي أصابت هذا المجتمع على النساء وعلى الأطفال. وبالتالي إحنا في الواقع الحقيقة عندنا قصص مريرة جدا وحزينة جدا، ومش مهم الأرقام بتقول إيه قد ما مهم إن إحنا كلنا نشتغل مع بعض علشان نغير واقعنا، سواء في مجالسنا التشريعية اللي عدد المرأة فيها ومكانها غير مناسب إطلاقا حقيقة، رغم إن في دول كثيرة تحسنت، ولكن مازال مكانة ومكان وعدد وتمثيل المرأة في المجالس التشريعية غير لائق وغير مقبول. وهنا لازم أحيي الجهد الكبير اللي بتقوم فيه حركة نساء لإدخال المرأة من أجل مصر، لإدخال عدد كبير من السيدات للبرلمان المصري، جهد كبير جدا لترشيح السيدات، لتدريب السيدات، لضمهم للقوائم. أرجو إن إحنا نجد في مجلس نوابنا اللي هننتخبه قريبا في مصر عدد أكبر
ونوعية متميزة من السيدات المصريات في قوائم عليها عدد من السيدات. كنت أتمنى أن أرى أعدادا أكبر من المستقلات في الانتخابات، ولكن الحقيقة إحنا مازال أمامنا طريق طويل في مجال التمكين السياسي والتشريعي للمرأة، وأهم حاجة نشتغل عليها في المرحلة القادمة بعد مجلس النواب هي تدريب ودعم النساء والفتيات في المحافظات المختلفة لدخول المجالس المحلية. أنا متصورة أن المشاركة السياسية تبدأ من المجالس المحلية. عندنا مجالس محلية هتكون فيها حوالي 50,000 عضو وعضوة، نأمل أن عدد كبير منهم يكونوا من السيدات. في وزارة التضامن في مصر بنبدأ برنامج كبير جدا لتمويل الجمعيات الأهلية لتدريب النساء والرجال والشباب على دخول المجالس المحلية، هيكون في كل محافظات مصر، وحاطين فيه تمويل حوالي 50 مليون جنيه للتدريب، وبندعو الجمعيات الأهلية أنها تتقدم لتحصل على التمويل لتدرب السيدات والفتيات والشباب على دخول معترك السياسة والمشاركة السياسية. المشاركة السياسية مش بس بأن الست تكون عضوة في البرلمان أو في المجلس المحلي، ولكن المشاركة السياسية أن الست تنزل وتدلي بصوتها. والحقيقة المرأة المصرية في السنوات الماضية نزلت في كل مناسبة دعيت فيها للتصويت، وكان صوتها له دور فاصل وله دور حاسم في كل الانتخابات. وإحنا في الحكومة عارفين أن صوت المرأة هو الفيصل في الانتخابات القادمة، فبدعو من هذا المنبر كل امرأة مصرية وكل سيدة لها حق التصويت تاخد بناتها وتاخد ولادها وتاخد جوزها وتنزل في مجلس النواب وتختار من تراه الأصلح والأفضل لخدمة هذا البلد. من مصادر الأسى أيضا تزايد العنف ضد المرأة. من مصادر الأسى صورة المرأة في الأعمال الدرامية اللي دايما بتكرس صور سلبية وأدوار سلبية للنساء ولا تبرز بالشكل الكافي الدور الإيجابي للمرأة في المجتمع. وهنا دور الإعلام مهم جدا، وبدعو الاتحاد النسائي واتحاد نساء مصر إن هم يشتغلوا على تغيير صورة المرأة في الأعمال الدرامية، تغيير صورة المرأة في وسائل الإعلام، رغم أن هناك مشاركة كبيرة للنساء كإعلاميات سواء صحفيات أو مذيعات، ولكن بنجد الأعمال الدرامية بتركز دايما على صور سلبية للنساء، ودي بتؤثر جدا في تشكيل الصورة الذهنية للمرأة في المجتمع. ده موضوع محتاجين كلنا نشتغل عليه كنساء عربيات، ازاي نساند الناجحات وازاي نبرز دور القيادات وازاي نشتغل مع بعض كفرق عمل، ما نتنافسش مع بعض ولكن نشتغل مع بعض بشكل افضل علشان يكون لينا مكان في الاعمال الدرامية وفي وسائل الاعلام يبرز المساهمة والاسهام الحقيقي للمرأة. ويمكن علشان كده انا حرصت ان احنا نحط الاغنية ونسمعها قبل ما اتكلم، لانه الفن احد هذه الادوات المهمة جدا اللي مش بس بترتقي بوجدان المجتمع ككل، ولكن اللي ممكن تغير صورة المرأة وتشكلها بشكل اكثر ايجابية. التحرش ضد النساء الحقيقة برضو من اسباب الاسى والحزن وتزايده مع تزايد ظاهرة المخدرات، مع تزايد ظاهرة البطالة، مع تزايد الخلل الأمني في أي دولة أو في أي منطقة. أحد برضو المشاكل اللي بتواجهها المرأة واللي لازم نقف كلنا مع بعض ضدها ونرفع صوتنا ضدها، لأنها سبة في جميل مجتمعات مسلمة، مجتمعات محافظة، مجتمعات مفروض أنها تحمي النساء وتحافظ عليهن مش تتحرش بالنساء. وبرضو هنا دور المرأة المصرية كان مهم جدا، ودور منظمات المجتمع المدني كان مهم جدا. تشكلت جمعيات أهلية وتشكلت جماعات وشبكات ونزلوا وقالوا نساء مصر خط أحمر، وقالوا لا للتحرش، وقالوا لا للاعتداء على الفتيات والسيدات. ولكن ده مش كفاية، احنا بنتحمس وبننزل وبعدين لما الظاهرة تهدأ نرجع تاني نتناساها. لكن احنا اشتغلنا في الحكومة على تغليظ العقوبة وعلى تشديد الإجراءات وتسريعها، وده كان ليه رد فعل إيجابي، لأنه أصبح القانون بيعاقب بعقوبات مغلظة جدا على كل من يتحرش بالنساء. وده كان رد فعل الحقيقة من الحكومة على صوت السيدات المطالبات بالحماية. فأنا برضو بشكر وبأحيي المرأة المصرية على الدور اللي لعبته في هذا الموضوع. بالإضافة إلى الدور السياسي والدور في الفضاء العام، الدور الاقتصادي مهم جدا. بقاء المرأة في القطاع غير الرسمي وتزايد أعدادها في القطاع غير الرسمي
هو غير مقبول بالنسبة لنا كمجتمع وكسيدات عربيات ومصريات. أنا من أنصار التمييز الإيجابي للمرأة، التمييز الإيجابي في المجال السياسي والتمييز الإيجابي في المجال الاقتصادي. أنا من أنصار أن نضع حصة محددة للسيدات في مجالس الإدارات، أن نضع حصة محددة بالقانون في كل التشكيلات والهيئات الاقتصادية مش بس الاجتماعية. غير مقبول أن جمعيات أهلية بتعمل على تنمية المجتمع ما يكونش في مجلس إدارتها من تمثل نصف المجتمع. غير مقبول أن يكون هناك مجالس إدارات لشركات عامة تملكها الدولة غير ممثل فيها سيدات بالشكل اللي بيعكس عددها ومكانتها ومكانها في المجتمع. فأنا الحقيقة من أنصار هذا، من أنصار التمييز الإيجابي حتى لو اتعمل لفترة مؤقتة، حتى تحتل المرأة المكانة التي تستحقها، وحتى يعتاد المجتمع على رؤية المرأة في كل الوظائف وفي كل الأماكن. وأنا بدعو كل السيدات العربيات أنهم يطالبوا بتمييز إيجابي وبدون خجل، وما نقولش أن ده يبتعد عن العدالة. أنا بتصور أن التمييز الإيجابي هو عين العدالة، لأن المرأة ظلمت لعقود طويلة والمرأة همشت لعقود طويلة، ورغم تهميشها وظلمها لم تتوقف عن الإسهام في المجتمع. المرأة في مصر وفي العالم العربي وفي العالم مش نص المجتمع زي ما بيقولوا، هي نص المجتمع من حيث العدد، ولكن المرأة هي كل المجتمع، لأن هي التي تربي النصف الآخر، وهي التي تدعم النصف الآخر، وهي التي تدرس للنصف الآخر في المدارس. فقصة أن المرأة نصف المجتمع دي مش حقيقية. المرأة هي كل المجتمع، المرأة هي السبيل إلى تنمية المجتمع، هي السبيل للحد من العنف في العالم والحد من القسوة والحد من الإرهاب. فأرجو من حضراتكم جميعا أن تواصلوا الكفاح وأن تواصلوا المناداة بالمساواة وأن تواصلوا المطالبة بالعدالة. وإحنا في ضامن بدأنا برنامج كبير جدا للدعم النقدي بنقدمه للمرأة في الأسرة. هذا الدعم النقدي مشروط بأن تضع المرأة أولادها في المدرسة وأن ترعاهم صحيا، ولكنه يقدم للمرأة في الأسرة الفقيرة حتى نمكنها اقتصاديا واجتماعيا، بحيث أن هي تكون المتلقية للدعم النقدي الشهري، وأيضا بنربطه بتدريبها وفي بإلحاقها بفرص عمل. فبنحاول من خلال البرامج المختلفة ان احنا ندعم المرأة، ولكن دعم المرأة وتمكينها مش دور وزارة واحدة، كل الوزارات من اول وزارة العدل في مجال التشريعات لوزارة الصحة في مجال الرعاية الصحية للمرأة لوزارة التعليم لوزارة التضامن، لكل الوزارات لازم تعمل في كل حكومات الوطن العربي على تمكين النساء. القيادة في هذا الموضوع مهم جدا، القيادة النسائية والقيادة من رأس الدولة. واحنا سعداء جدا بان الحكومة الحقيقة ورئيس الجمهورية بشكل خاص بيدعم السيدات المصريات وبيساندهم في كل محفل بيشير إلى دورهم. فأنا بشكر حضراتكم وبأحييكم وبتمنى لكم ورشة عمل ناجحة، وبتمنى لكم مناقشات عميقة تطلعوا بيها بتوصيات، مش بس تراجعوا تقرير الظل ولا تتأكدوا أنه بيعكس الواقع، ولكن نطلع بيها بأفكار تقدروا تقدموها لحكومتنا ولحكوماتكم علشان نشتغل كلنا مع بعض علشان نقدر نحقق أهدافنا اللي هي أهداف المجتمع. المساواة مش هدف في حد ذاته، ولكنها وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية للمجتمع ككل. بشكركم وبأحييكم وبتمنى لكم اجتماع ناجح. شكرا.